فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في سجود السهو إذا سهى فزاد أو أنقص من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سلم من الركعتين والسلام من الركعتين زيادة، الناس يحسبونه نقصانا، هذا زيادة، زاد إيش؟ زاد سلاما، زاد سلاما وزاد كلاما. نعم الله 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 يفتح لنا يا رب واجعل الخير تعين لك. مش انا اللي بعت بالقطه في غير بيعذبه اه عندنا سديه كلنا. تعال كم على سكر يا حبيبي؟ كم على كم على سكر؟ انت متاكد؟ طيب اذا قلنا بالزياده او بالنقصان ثم تذكر وهو في الصلاه يتم ما عليه ليتمم الصلاه، ياتي بما كان ناقصا أو يسجد لما كان زائدا، وبهذا تتم الصلاة في هذا الباب. رضي الله عنك يا أحمد، أحسن الله عليك يا حبيبي. وأقول في هذا الباب إذا لم يتذكر إلا بعد السلام فله حالتان أو حالان، الحالة الأولى طال الزمان طال الفصل، الحالة الثانية لم يطل الفصل. إذا طال الفصل قولا واحدا يبني من جديد، يبتدي الصلاة يعني يعيد الصلاة، ماشي؟ ده إذا كان في نقص ولم يأتي به يبدي من جديد يعني استأنف، ويبدي من جديد يعني استأنف. سنتكلم خلاص، لا تتعجل شيئا قبل الأول. فانتهى الفصل وإن قصر الفصل في هذا الباب نقول إن طال الفصل استأنف بدأ من جديد يبقى ليس عليه ايه؟ سجود سهو، انتهى، تعيد الصلاه من جديد. اما اذا لم يطل الفصل فانه ياتي بالناقص ويسجد للسهو. يسجد للسهو. القول هنا في العلماء قالوا اطاله الفصل. العلماء وده اوجه الاقوال في الشافعيه قالوا اطاله الفصل او قصر الفصل هذا للعرفي. هذا للعرف. وحده بعض العلماء بزمن ركعة، يعني لو زاد عن ركعة يكون طال الفصل. والحق المسألة في العرف، في العرف يقول أن هذا إطالة أو هذا أو هذا ليس بإطالة. نعم. وجاز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة أو بين أن لا يفعل ذلك، هذا هو صحيح. المعنى أنه إذا سلم نسيا، طيب، ومشى وتكلم واشترى وباع وكل ذلك يعني فيه قريب ليس إطالة فصل، فنقول له تستتم وتسجد للسهو. طب ما الكلام خرج أهو الآن، ها؟ الراجل وقف على المسجد ده، الراجل ماشي وقع أخذ منه بتاعه ودخل المسجد تاني، طلع على بوابة المسجد اشترى الغرض ودخل، يعني المسألة ما فيها شيء. وتكلم، وطبعا الكلام أنا أقول طبعا الكلام أصلا يبطل سجود السهو؟ لا، ما يبطل، ده الكلام ما أبطل الصلاة أصلا عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وجاء، وإن كان الزمن زمن تشريع. فله أن يسجد للسهو بعد السلام وبعد الكلام، أولا يأتي بما كان ناقصا من الصلاة ثم بعد ذلك يسجد للسهو. ثم هذا إذا تيقن المتروك، والمعنى أنه إذا تيقن أنه ترك القنوت، تيقن أنه ترك الشهود الأوسط، تيقن بأنه أتى بنقص في هيئات الصلاة مثلا كالأفعال، فنقول هنا الآن باليقين يسجد. فإذا سلم وشك أنه أنقص من الصلاة أو أتى بشيء بزيادة في الصلاة، فنقول له الآن تروي الشك بعد العمل لا عبرة به، لأن السلام من العمل
الأصل فيه أنه على تمامه وكماله. ودي العلماء نزلوها منزلة اليقين، يعني ده مش يقين، دي غلبة إيش؟ غلبة الظن. فأنزلوا اليقين غلبة الظن منزلة اليقين. فلذلك طبقوا القاعدة، طرو الشك لا عبرة به، طرو الشك بعد اليقين. يعني هو سلم بيأتي يقول لا، طب أنا خلصت الفتحة، طب الركعة الثالثة ما أنا كنت أنا سرحت، هل نقول كل ذلك قد تم، كل ذلك قد فعلت؟ والمعنى ما المعنى؟ أن صلاتك كانت على التمام وعلى الكمال، ده الأصل فيها، ده الأصل فيها. نعم. وطرو الشك لا لا عبرة به، وطرو الشك لا عبرة به. فإذا شك فرع، فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، أتى بركعة ليأخذ باليقين. من شك صلى ثلاثة أربع يبني على ما استيقن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على ما استيقن، وفي الرواية أخرى قال فليبني على الأقل، ده تصريح إن اليقين هو الأقل. قال إذا صلى أحدكم فشك ثلاثا صلى أربع أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وفي الرواية فليبني على الأقل. فعلمنا أن اليقين هو هو الأقل. ويأتي بركعة ولا يجتهد كما قال الحنابلة، ولا يجوز العمل فيه بقول الغير، ولو كان المقبلون كثر وكانوا ثقات. شك زيد صلى ثلاثة أم أربع، وهناك من جلس يرقبه، قال يا بني أنت صليت أربعة، وقال الآخر وراه يا بني أنت صليت أربعة، وقال على يميني أنت صليت أربعة، على شمالي أنت صليت أربعة، فكثر شاهدوا له وهم يشاهدون ويصلي، شاهد له بأنهم صلوا أربعة، لا يترك ظن نفسه ليقين غيره. اصبر بس في هذا الباب عشان تعرف فين وجدها. طيب، لا يترك ظن نفسه ليقين غيره. إزاي ده اليقين يقدم؟ قلنا لا، النص جاءنا بذلك، قال إذا شك أحدكم صلى ثلاثة أم أربع، لو كان الرجوع لليقين في هذا الباب لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحل في هذه المسألة حل واحد، وهو أن يبني على الأقل. حل بيت والشافعية الحنفية يتكلمون على الاجتهاد في مسألة بأن يتخير، والصحيح أنه يبني على الأقل، يبني على الأقل، مفهوم؟ فيبقى إذن الصحيح أنه يبني على الأقل ثم يسجد للسهو قبل السلام. وطبعا هذه اسمها الشك، في الشك السجود ورد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وورد بعد السلام. لذلك احنا ممكن نقول قاعدة السجود السهو، يعني لو أخذنا بالمذاهب الأربعة قفقف دلدال وما بينهما أنت مخير، قفقف دلدال وما بينهما أنت مخير، إن كان من نقص فيكون قبل السلام، وإن كان من زيادة يكون بعد السلام، وإن كان في شك أنت مخير قبل السلام وبعد السلام، والأرجح يكون قبل السلام كما قال الشافعي لأنه جزء من الصلاة فيكون فيها أفضل. قد قال النبي إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان. في زيادة في الرواية هنا تعجبني جدا في السنة الكبرى، قال وكانتا له نافلة. يا عيني عليك، هي دي بقى إيه اللي هي إيه؟ ايه اللي هي دي؟ ايه هي دي؟ يعني انا اقول شوف هو قال ان كان صلى اربعا فتمام، طيب ان كان صلى كانت الخامسه شفعنا له صلاته، وان كانت صلى اربعا ترغيما للشيطان، قال وكانتا نافله له، اللي هي سجدت سهو نافله له، والدلاله على انه لو تركهما الصلاه صحيحه لكنها ناقصه الكمال، وانا بستدل بيها على هذا، وده في السنه الكبرى بسند صحيح.
ثم هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه، لأن الإمام حامل عنه السهو، ولأن النبي قال إذا صحت له صحت له وصحت وصحت لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله محمد فقولوا ربنا ولك الحمد. ولذلك العلماء يقولون لو زيد صلى خلف الإمام وبعدين ظن الإمام سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وسلم، جاء يقوم وجد الإمام ما زال، يرجع كما هو خلف الإمام ويسلم معه ولا شيء عليه، ويتحمل سهو الإمام، ويتحمل لأنه قال إذا صحت له صحت له ولكم. الإمام ضامن. فإذا في صورة تانية من فرع آخر، إذا ظن المأموم أنه نسي الفتح أو قد نسي ركوعا في ركعة ثم غلب على ظني بذلك أنه نسي ركوعا فينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم هو فيأتي بالركعة ثم يسجد سجدة نساء، لأنه لما فارق يعني ممكن يكون كان بيقرأ فاستطال بالقراءة فنسي حتى رفع الإمام، فهنا حسبها ركعة معه فنسي أنه حسبها ثم ذلك تذكرها، قلنا له ماذا يفعل؟ يسلم الإمام فيقوم هو فيصلي التمام ويسجد للسهو. إمام لا يحمل، يا أستاذ أنت قلت الإمام يحمل، قلنا الإمام يحمل ما دام فيه، فلما فارق انتهى الموضوع، فلما فارق يرجع السهو عليه في هذا الباب. ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الإمام فقام ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس ثم علم أن الإمام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بهذه الركعة، طبعا لم يعتد بهذه الركعة لأنه بهذه المسألة خالف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنه فعل ذلك سهوا لبطلت صلاته. معلش مش مفهومة يعني إيه الركعة اللي مع الإمام في الركعة الرابعة وهو كان داخل معه في الثانية، يعني عليه إيه؟ فهو منتظر يسلم الإمام حتى عشان يجيب الركعة، وهم سمع رجل يقول السلام فحسب الإمام سلم فقام فأتى بالركعة وجلس وجد الإمام لسه في التشهد، فنقول له الآن لو يسلم يسلم معه لا يسلم معه، هذه ركعة باطلة باطلة بالأثر وبالنظر، بالأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم ولم يأتم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي، المأموم لا يقوم إلا بعد سلام إمامي. ومن وجهة الفقهية في هذا الباب أتى بركن في غير محله، ليس زائدا في غير محله، لأن هو أصلا محله متى؟ ممتاز، محله بعد ما يسلم الإمام، محله بعد ما يسلم الإمام، فتكون ركعة هنا ركعة باطلة، عليه أن يأتي بركعة. فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة، ولو سلم الإمام بعدما قام فلا يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه، أم يجوز له أن يمضي في صلاة وجهان؟ أصحهما وجوب العود، لابد يجب أن يعود على هيئة ما كان عليه الإمام، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. نقف عند هذا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.